أهلا بيكم ويا رب دايما منوريني. موضوعنا اللي هنتكلم فيه إزاي نوفر من مصروف البيت. الموضوع كله بيتلخص في إزاي نخفض النفقات. النقطة الأولى إزاي نوفر في فاتورة الكهرباء والغاز. أول حاجة ممكن نستخدم اللمبات الموفرة. تاني حاجة نفصل جميع الأجهزة الكهربية اللي احنا ما بنستخدمهاش، بس طبعا مش هنطفي التلاجة لأن التلاجة فيها أكل. نقطة تانية لما أجي استخدم السخان بلاش استخدم المية تكون سخنة قوي وبعدين أحاول أبردها ونقلل درجة حرارتها، لا نستخدمها من الأول درجة حرارتها قليلة، ده هيوفر معانا في الفاتورة. نقطة تانية بلاش نشغل عين البوتاجاز قبل ما نحضر الحاجة اللي هنسخنها أو نحطها على النار. كمان بلاش نشغل عين البوتاجاز وننساها، عشان مش بس التوفير عشان الأمان. النقطة التانية في إزاي نخفض النفقات متابعة العروض الدورية للشراء بأقل الأسعار، وكمان نشتري الاحتياجات فقط. نمرة تلاتة جنبي مبلغ بسيط من كل بند في الميزانية حتى لو كانت الميزانية بتاعتك قليلة، يعني تعودي توفري حتى لو حاجة قليلة لأنها في الإجمالي هتجمع معاك كتير. نمرة أربعة لو بتستخدمي الفيزا إنك تشتري منها الطلبات بتاعت البيت استبدليها بالدفع النقدي، لأنك بالفيزا بتصرفي من غير ما تحسي وما بتبقيش شايلة الفلوس هم لأنه معاكي. نمرة خمسة التوفير في بند الطعام، ده أكتر بند ممكن توفري منه. طب ده هيحصل إزاي؟ قبل ما تنزلي تشتري احتياج البيت من الطعام حددي وجباتك اللي هتعمليها في المدة اللي هتنزلي تشتري طلباتك ليها، يعني لو يوم أو أسبوع. ما انصحش إنك تجيبي لمدة أكتر من كده لأن ده هيخليكي تهدري كتير في الخامات عشان طول المدة. كمان بلاش تشتري وجبات جاهزة من برة، اعمليها في البيت أحسن، لأن سعر الوجبات الجاهزة بيكون أعلى كتير من لما تعمليها في البيت. كمان وانتي بتعملي وجبة اليوم حاولي تزوديها شوية عشان تكفي اليوم التاني، كده هتوفري جهدك ووقتك وفلوسك. كمان بلاش تنزلي السوبر ماركت أو أي أسواق وانتي جعانة، لان ده هيديكي احساس انك عاوزه تجيبي كل اللي على الرفوف، يعني هتجيبي اللي انت محتاجاه واللي انت كمان مش محتاجاه. كمان لو اتبقى من اي وجبه حاولي تغلفيه وتحفظيه في التلاجه او الفريزر واستخدميه في يوم تاني، هيوفر معاكي جهد وفلوس. نمره 6 اعملي جدول لمصروف البيت الشهري او الاسبوعي على حسب ظروف انت بتاخدي مصروف البيت بالاسبوع او الشهر. اول حاجة حددي مصادر دخلك، يعني مرتب زوجك، مرتبك، او اي مبالغ بتجيلك تانية، وكده بتحددي الدخل الاجمالي للاسرة. حددي نفقات المنزل الشهرية بما فيهم الفواتير ومستلزمات الاطفال وكل بند بتصرفي فيه فلوس طول الشهر، وبعدين جنبي مبلغ طوارئ. ما تضمنيش ايه الظروف اللي ممكن تعدي عليكي طول الشهر، ولو ما احتجتيش ليها ضيفيها على المبلغ النهائي اللي انت ممكن توفريه طول الشهر. نقطة تانية في موضوع جدولة مصروف البيت راقبي النفقات، يعني خلي تحت ايدك دايما كشكول او اجندة دوني فيها مصروف البيت يوم بيوم، ده هيخليكي تعرفي الفلوس اللي اتصرفت في ايه، وكمان هيخليكي تقدري تعرفي ايه اللي ممكن تستغني عنه وتوفري فيه الفلوس. نمرة 7 بلاش التقليد او الغيرة للغير، يعني جارتي او اختي اشتروا جهاز جديد وغالي مش لازم اروح اشتري زيهم حتى لو انا مش محتاجاه، لا طبعا، كل واحد بيمشي على قد امكانياته مش على قد امكانيات غيره. نمرة 8 ممكن توفري انت واسرتك في بند المواصلات او بنزين العربية، يعني لو كل أفراد الأسرة أو بعضها بيركبوا المواصلات وفي فرد هينزل بالمواصلات لمشوار معين وفي طلب انت عاوزاه أو أي حد من الأسرة عاوزه من نفس المكان، يبقى بلاش نعمل المشوار ده مرتين،
هو مرة واحدة، نروح المشوار وكمان نجيب طلباتنا. طب لو في عربية لفرد واحد في البيت، نحاول إن العربية دي تخدم كل أفراد الأسرة في طريق واحد، وده لتوفير استهلاك البنزين، ونحاول المشاوير اللي ملهاش لازمة وهتستهلك مننا فلوس كتير للمواصلات بلاش منها. نمرة 9، بند الحلويات. ممكن توفري فيه جامد لو انت عملتيها في البيت بأسعار أقل كتير من برة، وما تكتريش منها لأن الحلويات لما بتقعد بتفقد مذاقها. نمرة 10، بند العزومات. حاولي تقللي العزومات على قد ما تقدري، ولو لابد منها اعمليها بتكلفة بسيطة، بلاش ترهقي نفسك وزوجك بكترة المصاريف. الاستقبال والترحاب بالضيوف مش بكم الأنواع ولا غلو الأصناف. نمرة 11، مش ضروري أيام الأسبوع كلها تبقى لحمة وفراخ وسمك، نوعي طول الأسبوع، وفي يومين في الأسبوع حاولي تمشيهم بأكلات اقتصادية على قد الإيد، أو تنزلي من الفريزر أو التلاجة الحاجات اللي انتي كنتي شايلاها وكانت متبقية عندك. نمرة 12، لما تروحي السوبر ماركت مش ضروري كل مرة تقفي على أقسام الشامبو والكريمات والماسكات والصبغات، لأن الحاجات دي بتغري أي ست على الشراء، وصدقيني لما بتتركن بتفقد صلاحيتها ومش بتستخدم، فكل ما بتخلص حاجة عندك هاتي غيرها. نمرة 13، أدوات النظافة. ممكن بالزيت المستخدم ما ترميهوش، بتعملي منه صابون في البيت، ده بينظف أكتر من أي ماركة بتدوري عليها في السوبر ماركت. طب لو أنت ما بتستخدميش الصابون ده وبتستخدمي الصابون السائل، حطي شوية قليلة منه في طبق وزوديه مية، واغسلي بيه كل الأطباق وأدوات المائدة مرة واحدة، ده هيوفر معاكي قوي. نمرة 14، بند الدروس الخصوصية للأولاد. شوفي الأول إمكانياتك وإمكانيات زوجك التعليمية والتثقيفية، وحاولي تساعدوا أولادكم في المواد اللي ممكن تكون سهلة عليكم في تدريسها، والمواد التانية استعيني فيها بالمدرس الخصوصي، ده هيوفر معاكي كتير. نمرة 15، ألعاب الأطفال. مش لازم تجيبي لعبة كل شهر للطفل، عوديه يحافظ على لعبه وما يكسرهاش، وعوديهم يكون عندهم حصالة يوفروا فيها من مصروفهم، كده بتزرعي فيهم الشعور بالمسؤولية. كمان عوديهم يلعبوا مع بعض بلعبة واحدة، أو كل واحد يلعب مع التاني بلعبته. نمرة 16، شراء الملابس لأفراد الأسرة. إذا كنت تقدري تعملي إعادة تدوير للملابس المستعملة، ده هيفيدك طبعا في البند ده. وحاولي لما تشتري أنت وأفراد أسرتك أي ملابس، بلاش تروحي المحلات الغالية أو تشتري الماركات العالمية، لأن اللبس بالذات مهما كان غالي بيفقد رونقه مع الوقت، كمان الأولاد بيكبروا عليه. نمرة 17، بند الترفيه. حاولي تروحي الأماكن الترفيهية اللي تكون فيها الأسعار قليلة، بلاش تطلبي مشروبات وطلبات غالية قوي، وإذا قدرتي تعملي الحاجات دي والتسالي وتاخديها معاكي وانتي نازلة، ده هيوفر معاكي كتير قوي. وفي النهاية أتمنى أكون قدمت لكم موضوع شامل ومفيد. أتمنى تشتركي في قناتي لو عجبك الموضوع، وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد. لك أرق تحياتي.